مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وسط. بنتواصل معكم في مجموعه من الموضوعات دائما ما تدور في فلك حياتكم. موضوع اليوم سنتحدث فيه عن الصحه في 2020. طبعا عام 2020 كما شهد جائحه كوفيد 19 المعروفه بفيروس كورونا المستجد، شهد استكمالا لما بداته الحكومه بتوجيهات من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ل 100 مليون صحه وصحة المرأة ومجموعة من التطورات الصحية التي اهتمت بالمئة مليون مواطن. طبعا سبقها فكرة القضاء على فيروس سي فيما يخرج من السبعة أشهر فقط، وكانت مصر من أولى الدول التي استطاعت وقدرت فعلا أن تقوم بحملة واسعة أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشادت بها الدول أجمع أن تساعد ما يقرب من 20 مليون مواطن على التخلص من فيروس سي، والكشف على 100 مليون مواطن في حملة كبيرة جدا شهدتها مصر للقضاء على فيروس سي وتوفير العلاج من هذا الفيروس القاتل، ويعني كسبت إشادة واحترام الدول أجمع في هذه المبادرة. سنتحدث اليوم عن الاهتمام الملحوظ من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بملف الصحة. نرى ما بدأته وزارة الصحة في مدينة بورسعيد بما يسمى التأمين الصحي الشامل، والذي بدأ ينتقل إلى محافظات أخرى يتم تعميم فيها هذه المنظومة. أيضا التحول الرقمي داخل المنظومة الصحية سينهي أعوام كثيرة من طوابير الانتظار وقوائم الانتظار وغيرها من الأشياء التي كانت تؤثر على المواطنين وصحة المواطنين. سنتحدث اليوم عن هذا الموضوع. سيكون سؤال الحلقة كالتالي: كيف أولت الدولة اهتماما كبيرا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في عام 2020؟ السؤال مرة أخرى: كيف أولت الدولة اهتماما كبيرا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في 2020؟ بالطبع يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة بالتعليق بأرائكم ومقترحاتكم المختلفة على همزة وصل إي جي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك. هذا هو العنوان، نتمنى منكم المشاركة دائما. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج إلى تقرير سريع ضعنا في موضوع حلقة اليوم ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن خطط الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس واضحا من خلال مبادرة رئاسية للاهتمام بصحة المواطن المصري. وشهد عام 2020 استمرار المبادرات التي كان أطلقها الرئيس السيسي مثل 100 مليون صحة ودعم صحة المرأة، وكان لها أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة. وساهمت حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2018 تحت شعار 100 مليون صحة، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين. وتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، وتم القضاء على فيروس سي خلال 7 أشهر فضلا عن إجراء 592 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وفحص ملايين الطلاب ضمن مبادرة الأنمية والسمنة والتقزم. كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والتي تم من خلالها فحص أكثر من 22 مليون مواطن. وتم تقديم الرعاية الصحية الشاملة خلال جائحة فيروس كورونا من خلال الحفاظ على التطعيمات الأساسية وتقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى، في حين تم تخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بالفيروس، فضلا عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج. وبذلت مصر جهودا كبيرة في الحصول على لقاح كورونا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث شاركت مصر في التجارب الإكلينيكية، كما حصلت مصر على أولى شحنات لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة جافي من خلال مبادرة كوفاكس الدولية، والتي تضمن التوزيع العادل للقاحات التي تثبت فعاليتها. ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية للمنظومة الصحية في مصر،
والذي أثبت تطبيقه في محافظة بورسعيد نجاحه وقدرته على توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي بورسعيد والحصول على أفضل الخدمات الصحية وفقا لأحدث المعايير العالمية. طبعا تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير السريع، المرأة لها نصيب الأسد أيضا في صحة المرأة والصحة الإنجابية والأطفال وتلاميذ المدارس، لم ينساهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في طبعا زي 100 مليون صحة اللي كانت تهتم بصحة الكبار أيضا لتلاميذ الصغار وشباب ونشء مصر، السمنة وغيره وضعف السمع، يعني مبادرات كثيرة. خلوني أبدأ مع دكتور أحمد إدريس عضو منتدى الإصلاح الصحي. دكتور أحمد تحياتي. أهلا بك حضرتك وضيوفك الكرام. أهلا بحضرتك. لازم أسألك في الأول، شايف 2020 على مجال الصحة أهم ما حققته مصر في 2020؟ والله نتكلم بصراحة، مصر دولة مصرية في 2020 يعني اشتغلت في اتجاهين مهمين قوي. نعم. أول اتجاه إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها. الاتجاه الثاني حزمة من التشريعات والإصلاحات الصحية التي أصدرتها الدولة المصرية. لو إحنا هنمسك الاتجاه الأول البنية التحتية، إحنا هنلاقي في 2020 الدولة المصرية والحكومة المصرية اهتمت بملف الصحة وخصوصا تطوير المستشفيات. وكان لينا مثال واضح في المستشفيات اللي تعاقدت مع التأمين الصحي بورسعيد، وده اللي خلى البنية التحتية المصرية والمستشفيات المصرية فعلا قدرت تواكب الأزمة، أزمة كورونا اللي احنا في مرحلتها الأولى والثانية. النقطة الثانية برضو في بعض التشريعات وبعض المبادرات الصحية زي ما حضرتك ذكرت، الكشف عن فيروس سي، ومصر كانت رائدة عالميا، اول دوله عالميا كشفت عن فيروس سي، كانت مصر الاولى في دول العالم في فيروس سي. النهارده الدوله المصريه قدرت تكشف على اكثر من 62 مليون مواطن. تمام. توفير العلاج الصحي للمواطنين برضو في الحاجات اللي احنا شفناها برضو، اطفال المدارس والكشف عن السمنه والتقزم، كل هذه الرؤيه وكل هذه الخطوات كان لها دور مهم قوي في ملف الصحه. طيب بما ان حضرتك متخصص في يعني عضو في منتدى الاصلاح الصحي، خلينا اسالك بشكل احصائي او بشكل مقارني، قبل 2020 كانت الصحه ازاي في مصر وفي 2020 بقت ازاي؟ يعني طبعا احنا عارفين ان مصر مرت زي دول العالم كلها بظروف مختلفه عن 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 المعتادين عليه، وهي جائحه كوفيد 19 او كورونا المستجد، ودي طبعا اثرت على القطاع الصحي بشكل كبير، ولازم نحيي الجيش الابيض في هذه الوقفه طبعا، وشهداء كتير اللي سقطوا منه سواء في مصر او على مستوى العالم. لكن خلينا اسالك في البدايه، ايه اللي شايفه في 2020 كان اتحقق ما اتحققش خاصه في المنظومه الصحيه، ما اتحققش قبل كده؟ اول حاجه طبعا ازمه كورونا ومواجهتنا لازمه كورونا، دي كانت حاجة مهمة جدا، حاجة عظيمة فعلا. الحاجة الثانية بقى اللي أنا عاوز أنبه عليها، نعم، رؤية الدولة المصرية ملف الدواء. كنا قبل ملف الدواء صحيح، ملف الدواء كنا قبل 2020 كنا بنعاني من مشاكل نقص الأدوية كتير جدا، خصوصا ألبان الأطفال وبعض الأدوية الحيوية. في 2020 لم نعاني من هذه الأزمة، ولم فعلا احنا لازم نحيي الدولة المصرية من حيث الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا في النقطة ديت. 2020 توفر كتير قوي من الادويه، ما كانش فيه نقص ادويه احنا كنا بنعاني منها الحيويه. صحيح. واسمح لي اخدك لنقطه ابعد شويه، ان الاول مره في مصر يبقى فيه قانون لهيئه الدواء، صح احنا هو لسه ما ظهرتش بشكل رسمي فعلا، ولكن لاول مره عندنا هيئه دواء متخصصه في الدواء وفصل قطاع الدواء عن قطاع الصحه. وهيئه الشراء الموحد وهيئه الغذاء والدواء، هو النهارده انا بقول لحضرتك ان مصر في 2020 تعاشى في مجال الصحة. نعم. كتير قوي من المسؤولين فعلا كان قد المسؤولية في هذه النقطة. النقطة الأهم اللي أنا برضه عاوز أوضح، في بعض القطاعات أو المديرين في القطاعات الوسطى في الوزارة، إحنا محتاجين نطمن الناس في جائحة كورونا 2020 إن قدرة الدولة المصرية فعلا على مواجهة هذه الجائحة. ما نسمعش الاشاعات اللي بتطلع ان ما فيش اماكن في المستشفيات، ما نسمعش الاشاعات اللي بتطلع ان حالات الوفيات، ان الارقام اللي بتظهر ارقام غير صحيحه.
لا احنا لازم نكون مطمئنين ولازم نعم. نكون فعلا واثقين في الارقام بتاعتنا، لازم نكون واثقين في الجيش الابيض وباذن الله نعدي هذه الجائحه بسلام. احنا المره اللي فاتت او الجائحه الاولى احنا كنا رائدين كمصر كدوله مصريه كانت رائده والحكومه كانت رائده، والحمد لله احنا كنا من دول العالم الاول اللي لم تتاثر. باذن الله برضو في هذه الجائحه في هذه وهذه الفتره مش هنتاثر وهنعدي بسلام باذن الله ان شاء الله. طبعا احنا ما زلنا بنؤكد ان حتى مع ظهور اللقاح فاحنا ما زلنا الاجراءات الوقائيه وعلى راسها غسيل الايادي والكمامه، هم دول سلاحنا الاول لغايه الوقت. حتى اللقاح حتى لو تم توزيعه بالمجان على المصريين، طبعا هناخد سنه او اكتر عبال ما كل المصريين يحصلوا على اللقاح، وحتى اللقاح ممكن لان بدات تظهر اعراض على بعض اللقاحات زي لقاح موديرنا، تأخير في بعض اللقاحات، بس في البداية الوقاية خير من العلاج. عشان كده بنأكد ان الإجراءات الوقائية هي الأساس، غسل يدين باستمرار والكمامة. طيب خليني أسألك يا دكتور، الأهم برضو نعم. التباعد الاجتماعي، التباعد الاجتماعي دي نقطة احنا بنحاول نفهمها للناس. ما زلنا بنشوف في قاعات أفراح شغالة، ما زلنا بنشوف كافيهات وشيشة شغالة، ما زلنا بنشوف عزاء شغال، يعني برضو اسمح لي انا مش قادر افهم، يعني انتوا عارفين ان في حد مات بكورونا او باشتباه كورونا والناس رايحة تعزي، هو واجب بس يعني مش لدرجة ان انا ممكن اعدي الناس، يعني اوازي نفسي اوازي اسرتي. نعم. الحرب على كورونا النهاردة هي حرب وعي، احنا محتاجين النهاردة يزيد الوعي المواطن المصري. احنا شايفين ان الدولة قامت بواجبها وبنسبة كبيرة جدا، احنا محتاجين المواطن المصري يقوم بواجبه على الاقل نعم. 90% من واجبه تجاه نفسه. تمام. طيب خليني اخدك لملف المرأة. ملف المرأة يمكن وعارفين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بالمرأة والاطفال لان هم دول مستقبل مصر. 2020 شهدنا مبادرة هامة دعمت بشكل كبير المرأة المصرية، وهي مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين. لو كلمتني سريعا كده في نبذة عن هذه المبادرة، لأن مش كل الناس بتبقى عارفة المبادرات المتخصصة قوي دي. كان في أكثر من مبادرة انطلقت في مجال صحة المرأة والأطفال، من المبادرات الهامة جدا المبادرة الكشف عن سرطان الثدي. نعم. ودي فعلا من المبادرات الهامة جدا جدا جدا، وآتت نتائجها في كل، احنا مش هنقول بقى في كل المدن بل والقرى. نعم. القرى الأكثر فقرا فعلا المبادرات دي، ولقينا وعي من المرأة والأجهزة الحديثة في مستشفيات كتير، وحصل كشف مبكر لسرطان الثدي عشان نقلل نسبة حدوثه في الفترات. في برضه من المبادرات. ألو معاك يا دكتور، اتفضل. للأسف الاتصال انقطع بدكتور أحمد إدريس. بشكرك دكتور أحمد، وانضم إلي دكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة. دكتور عبد اللطيف تحياتي. يا أهلا وسهلا دكتور إسلام. أهلا بحضرتك، دايما منورنا. ربنا يخليك يا باشا. طبعا النهارده مش هنتكلم على كوفيد 19، وإن كان يعني هو جزء من المنظومة الصحية، وفكرة إن إحنا مصر قدرت فعلا تقف قدام هذه الجائحة في حين إن دول كتير ركعت، مش هنقدر نقول أكتر من إن هي ركعت فعلا تحت هذه الجائحة والدول كبيرة منها. بس خليني في البداية، شايف ملف الصحة اتعاملت معاه الدولة المصرية المبادرات؟ ناس كانت بتشتكي من قوائم الانتظار، كانت بتشتكي من الأمراض المزمنة، بدأنا نشوف حلول وإن كانت طبعا ما زالت في بداياتها، بس أنا شايف إن هي مبشرة. في الحقيقة فعلا في بعض في السنوات الأخيرة في مبادرات في الصحة العامة جميلة جدا، من اهمها انا بعتبر واحده من اهمها على الاطلاق اللي هي الهيباتيتس او الالتهاب الكبدي، او مبادره اللي ما اطلق عليها في الاول 100 مليون صحه. نعم. اللي كانت فعلا مبادره غير مسبوقه. نعم. وبعد كده المبادره دي طوروها عشان حمايه الامراض المزمنه غير المعديه، الامراض المعديه غير المعديه زي السكر، لا الضغط والسكر صحيح، والسمنه على راسها، لان السمنه برضو من الامراض، افه الامراض الوقت. يعني دي برضو فرصه جيده جدا ان احنا نعمل قاعده بيانات صحيح للمصريين على الضغط والطول والسكر والطول والوزن والسمنه، فكانت برضو مبادره جميله قوي، وصحه المراه مبادره جميله. فالمبادرات دي كلها حاجه حلوه جدا بتوحي بالاهتمام بالصحه العامه، لكن في اللي احنا عايزين نشيله دلوقتي برضه احنا عايزين نهتم شويه برضه بالكوفيد زياده شويه عن اللزوم،
لان الاعداد بدات تزيد شويه صحيح. زي ما انتم شايفين والارقام تزيد. خليني قبل ما اتكلم على كوفيد 19 انت ذكرت نقطه مهمه جدا، فكره كنا بنتكلم عليها من سنين ان احنا ما عندناش داتا بيز او قواعد بيانات للمصريين في حاجات كتيره منها الصحه. دول العالم كلها دلوقتي انت بتدخل بالبطاقه بتاعتك او بالتامين الصحي او هو رقم واحد لكل حاجه عندك بتديه للدكتور، حتى لو الدكتور الخاص بيدخل رقمك على الجهاز اللي مشترك فيه بيعرف تاريخك الصحي، انت كنت بتاخد دواء ايه وعندك امراض ايه وعانيت من ايه. امتى مصر نشوفها كده؟ في الحقيقة ده حاجة جميلة جدا ومبادرة جميلة جدا. يعني احنا كلنا محتاجين الصحة الإلكترونية أو الإي هيلث، دي الموضة بتاعت العصر. نعم. وخاصة بعد كوفيد 19 كلنا ثبت إن أي دولة مش هتشتغل بالتلي ميديسن والتلي هيلث للأسف هتبقى خارج العصر. نعم. يعني احنا دلوقتي شفنا أنت الناس كتير خايفة تروح المستشفى، بقى بالتلي هيلث أو بالطب عن بعد يقدر ياخد الكونسلتيشن بتاعته ويقدر ياخد العلاج عن بعد. كان في ناس مش عارف توصل التطبيق الصحي للناس في الارياف او في الصحراء او في اماكن مختلفه. بالصحه الالكترونيه بدات تديهم، بدات تقدر تنقل بالصحه الالكترونيه او بالاي هيلث بالالكترونيك هيلث، تقدر تنقل الاشعه، تقدر تنقل الفحوص. صحيح. الاشعه في نفس الوقت بتاخدها من دوله الى دوله، نفس الاكس راي، نفس السي تي، نفس الام ار اي. فالكلام ده كله كلام مهم جدا وما عدناش نقدر نتجاوزه. صحيح. الذكاء الاصطناعي يا استاذ حسام، في الذكاء الاصطناعي طلعوا برامج في كوفيد في احد الدول اعتقد في تايلاند او كمبوديا، برنامج بالذكاء الاصطناعي يقدر يشخص 95% من الحالات دون تدخل بشري، وبالتالي مش هتخاف حد يلمسك. واحنا شفنا الصين بقدراتها التكنولوجيه قدرت تكافح واصبحت تقريبا، يعني احنا بنقول تقريبا برضو ان هي اصبحت خاليه، يعني في حين ان الدول الثانيه بتعاني من الموجه الثانيه والثالثه. الصين لغايه دلوقتي احنا مش سامعين عنها ارقام. خلينا ناخدك لنقطه ثانيه، بدل ما بنتكلم على الذكاء الصناعي والاي هيلث يعني نقطه ثانيه احنا دايما بنتغافلها، هي فكره ان الداتا بيز ديت بقدر اعمل عليها احصاءات صحيحه ودقيقه، يعني ممكن اعرف منطقه معينه فيها تمركز لمرض معين فاعرف المرض ده، اعمل ابحاثي في المنطقه دي، ممكن يكون تلوث مياه، ممكن يكون تلوث غذاء، ممكن يكون تلوث هواء. اعرف في الايام دي في حاجه جميله جدا في الصحه الالكترونيه، جزء منه اسمه ديجيتال ابيديميولوجي. نعم. وكمان اسمه يعني ليه هيلث من ضمنها ديجيتال ابيديميولوجي، وبعدين كمان في حاجه اسمها من الاهم اللي انت بتقول عليه بقى اسمها ايه؟ الجيوغرافيكال انفورميشن سيستم، يعني مابنج، يعمل خريطه الكترونيه، وبالتالي مثلا زي خريطه كوفيد، افترض ان خريطه كوفيد. نعم. في مثلا فانت بالخريطه دي بتبلغ عليها الحالات وفي كل ساعه، مش بالوسط كل يوم، لا ده في كل ساعه اونلاين بتعرف مثلا الاحياء او الحالات متمركزه مثلا في القاهره. نعم. وبالتحديد في منطقه المنيل مثلا. نعم. وبالتالي تقدر توجه الجهود سواء جهود المقاومه او جهود العلاج ليها. على سبيل المثال نقدر نربط مثلا 105 الجميله المنظومه بتاعت 105، لو قدرنا نربطها بالصحه الالكترونيه ونربط جميع مستشفيات العدل وجميع مستشفيات الحضنيات في مصر ب 105 ونعمل ترياج، نعمل ترياج يعني اللي يستقبله التليفونات من المرضى او استقبلوا التليفونات من الناس العاديه على 105 يكونوا اطباء، بحيث يقدر يعمل سورتنج ويعمل تصنيف وتقسيم للمريض. نعم. للمريض او انها بالصحه الالكترونيه يقدر مثلا يقول انت في القاهره وجنب مثلا في القاهره الجديده، ولكن المكان الفاضي في العباسيه. نعم. فالمريض يطلع على طول من بيته على العباسيه بدل ما يروح مستشفى. لا، والاهم من كده ان احنا ممكن بعد كده نوجد برامج على الموبايل ممكن نبعت بيها الاشعه ونبعت بيها من واحد مش محتاجين نروح الحالات اللي هي المايلد او الخفيفه. في مبادره مهمه جدا منظمه الصحه العالميه عاملاها اسمها موبايل هيلث. موبايل هيلث باستخدام الموبايل تقدر تاخد التثقيف الصحي، تقدر تاخد الملف الالكتروني بتاعك، تقدر تروح على المستشفى بتاعك. كل ده المفروض ان شاء الله انا اعتقد بوجود القياده الايام دي والاهتمام بالصحه لازم يحطوا الاي هيلث في مستوى نكون يعني يليق بمصر ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك دكتور عبد اللطيف المر استاذ الصحه العامه، شكرا جزيلا على وجودك معانا. وانضم الي دكتوره شيماء عكاشه مدير اداره مكافحه العدوى بالتامين الصحي بكفر الشيخ. دكتوره شيماء تحياتي. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا بنحييكم كجيش مصر الابيض، وربنا يكون في عونكم
وانتم ايضا في مكافحه العدوى دي مشكله، يعني متابعين حالات الكوفيد 19 ازاي وبتقدروا تتعاملوا معاها ازاي؟ هل هناك اي انواع من التواصل الالكتروني الان بيسهل عليكم الامور؟ الاول طبعا انا عايزه اشكر حضرتك على الاستضافه الكريمه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك، وعايزه اؤكد على مبدا ان مكافحه العدوى دلوقتي لم تعد رفاهيه او لم تعد زي ما كنا بننظر لها زمان، لا، مكافحه العدوى دلوقتي فرض عين يحاسب عليها من لم يتخذ اجراءاتها كما يجب ان يكون، يحاسب عند ربنا طبعا، لانه ليس مسؤول عن نفسه فقط، ولكن هو ممكن يكون حامل او كارير للعدوى ويحدث وليس عليه اي اعراض، وليس عليه اي اعراض ويعدي الناس اللي حواليه، والده او جده او اللي هو بيتدهور في 3-4 ايام وبيموت. صحيح. فبالتالي احنا لازم نلتزم باجراءات مكافحه العدوى، لان للاسف الى الان ما حيلتناش غيرها. صحيح. لا يوجد اي، وده اللي انا كنت بقوله قبل ما حضرتك تدخلي معايا وقبل ما دكتور عبد اللطيف، ان حتى لو وجود لقاحات ما زلنا هي سلاحنا الاول هو الوقايه، الكمامه طبعا، وغسل الايدي والتباعد الاجتماعي. اللقاح لا يغني ابدا عن صحيح. جميع الاجراءات الاحترازيه. واظن ما فيش واحد في مصر دلوقتي ما عندوش معلومه ايه هي الاجراءات الاحترازيه الخاصه بكوفيد 19. كل الناس عارفه ان هي الكمامه، التباعد والكحول طبعا، والتطهير بالكلور بالنسبه للاسطح، وسياسه غسل الايدي. اظن كل الناس عارفينها. صحيح. مش محتاجين ان احنا نقولها. طيب لكن عايزين ناكد على ان كل الحالات او نسبه كبيره جدا من الحالات كلها يا اما جايه من فرح يا اما جايه من معزه. للاسف التجمعات يا جماعه، او انديه او مطاعم، التجمعات بشكل او باخر يعني هي تجمعات. السبب الرئيسي ان احنا لو فصلنا، لو تبعدنا فعلا هنكسر الكيرف وهنقدر ان احنا نقفل بشكل كبير. تمام. طيب خلينا اسالك يا دكتوره شيماء على المبادرات اللي طلعت بيها الدوله المصريه برعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي من بدايه 100 مليون صحه اللي حاربت فيروس سي لغايه المبادرات المراه والاطفال وغيره. بما انك انت في القطاع الصحي، شايفه هذه المبادرات ازاي؟ وشايفه هل تم تحسين وضع النظام الصحي في مصر؟ انا هكلم حضرتك كرأيي بشكل شخصي. نعم. وبشكل تخصصي. تمام. بشكل شخصي والله بدون اي مجاملة وليس كلام مرسل، دي علامة هتسجلها التاريخ. المبادرات الرئاسية دي هيسجلها التاريخ وهيتعرف قيمتها كويس جدا اجلا او عاجلا. نعم. انا هتكلم عن فيروس سي مبدئيا. انا باحث معتمد في وزارة الصحة في فريق البحث العلمي، اشرف يعني ان فريق البحث العلمي مع دكتورة نهى عاصم مستشارة الوزيرة للبحث العلمي. تمام. عايز اقول لحضرتك ان WHO سجلت تجربة فيروس سي اللي طبعا سببها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، سجلتها. نعم. كمادة تعليمية. المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. نعم. طبعا فيروس سي سجلت في WHO عالميا، ان دي بتعلم الناس ان احنا فعلا قدرنا نقضي على فيروس سي. مش بس كده بقى، انا بقى على مستوى وظيفي بقى، انا كدكتورة شيماء انا منصة حملة فيروس سي للصف الاول الاعدادي في التأمين الصحي. تمام. الصف الاول الاعدادي ليه؟ احنا بناخد الصف الاول الاعدادي ليه؟ علشان الريس عايز جيل جديد ما فيهوش فيروس سي، بناخده من الاول وهو لسه. يعني انتوا زي المبادرة 100 مليون صحة انتوا بتعملوها على الاطفال اللي بداية من اولى اعدادي. بالظبط. احنا خلصنا بقى المسح والسكريننج والناس. تمام. الكبيره. جميل جدا. دلوقتي بقى عايزين الجيل الجديد نفسه، احنا بنعلم الاخرين دلوقتي. يعني دي بتتكتب، الحاجات دي كلها بتتكتب وهتتبلش وهتتنشر. احنا دلوقتي فعلا بنلحقهم وهم لسه اطفال، علشان لو في يطلع، انا الريس حريص ان الجيل الجديد اللي جاي يبقى جيل بلا فيروس سي. ده بالنسبه لفيروس سي ان هو بما يخصني انا بشكل وظيفي. تمام. المبادرات بشكل عام بقى، بشكل شخصي، مبادرات كويسه جدا. انا كواحده ست استفدت من مبادره المراه، واستفدت من مبادره الفحص المراه، وكمان التقزم بالنسبه لاطفالنا او اولادنا. خليني اسالك على هذه المبادره بتاعت الاطفال. يعني احنا لما نكشف على اطفال من عمر ايام ونكتشف اذا كانت عندهم مشاكل في السمع او مشاكل في الرؤيه او مشاكل في التنفس او اي مشاكل جسديه، كدكتور انا بسالك بشكل متخصص، ده هيفيدنا ايه؟ ده كويس جدا، لان اكتشاف دايما الايرلي ديتكشن او الاكتشاف المبكر لاي مرض بيخلي الانترفنشن او التدخل بتاعه بالتالي مبكر جدا. نعم. قبل ما بيتفاقم او قبل ما بيتعقد او قبل ما بيبقى له اعراض ما بتعرفش تتحكم فيها، ما بتعرفش تتصرف معاها. صحيح. فلما طبعا تكتشفها بدري بتعالجها بدري، وبتبقى ضامن ان الشخص هيطلع سليم وصحيح. يعني ده حاجه على كل المستويات رائعه جدا، وبالذات مبادره السمع. يعني لما مبادره السمع. صحيح. لما بيكتشف الطفل وهو صغير
طبعا بيبقى فيه حلول وعلاجات بدل ما نستنى بقى كبير ونقعد ندور بقى هنزرع قوقعه ولا هنعمل ايه بالظبط كده. تمام. طب خليني اسالك على مبادره صحه المراه وخاصه سرطان الثدي او السرطانات عموما، برضو دي فكره مهمه جدا ان الاكتشاف المبكر، وزي ما بنقول دايما الوقايه خير من العلاج. العلم الحديث اثبت ان بكشوفات جينيه او غيره حسب معلوماتي يعني نقدر نعرف السيدات اللي عندهم بوتنشال ان هم يصابوا بالسرطان، ده صحيح؟ والله بالنسبه للمراه تحديدا يعني انا شايفه ان في اهتمام كبير جدا من وزاره الصحه الوزير هاله جاد ومن الريس بالمراه وبصحتها، واهمها طبعا موضوع سرطانات الثدي دي، لان هي طبعا من بدايه من سن 40 بيبدا يظهر عندنا في الاعراض او نعم. الناس اللي عندهم زي ما انت بتقول كده قابليه جينيه ان هو يحصل لهم الايه الكلام ده. طبعا الموضوع ده وراثي والاكتشاف المبكر فيه مهم جدا، والفحص المستمر والاكتشاف المبكر ان انا اعرف قبل ما يجي او الشخص ده ممكن يبقى عنده قابليه انه يجيله، وبالتالي يبقى يستعد بكل الاستعدادات سواء فيزيائيه او حيويه او بيولوجيه ان هو يمنعه، ده شيء طبعا كويس جدا وشيء وارد يعني. طيب خلينا اسالك سؤال صريح شويه دكتوره شيماء، ما اقدرش اعمل نظام صحي جيد اذا لم اعتني بالهيئه الطبيه بجيش مصر الابيض، اوضاع الاطباء اوضاع التمريض اللي عليه زي ما يقال 90% من حالات الشفاء، اوضاع المستشفيات، هل تم الاعتناء بهذه الاوضاع سواء بالنسبه لكم كاطباء او بفريق التمريض او بالفرق المساعده الاسعاف، اوضاع المستشفيات؟ انا بسالك سؤال بصراحه. خليني اقول لك الاول يعني ان جميع الفريق الطبي بكل مكوناته هو يعتبر دلوقتي فعلا على خط النار، الناس دي تحية تقدير واجلال لها، وكمان فرصه ان احنا نعزي شهدائنا اللي بيتساقطوا كل يوم. طبعا في اهتمام كبير جدا بالفريق الطبي. نعم. انا عن نفسي كمكافحه عدوى يعني مديره مكافحه عدوى في فرع التامين كله، اول اولوياتي او البريوريتي بتاعتي ان انا ازاي احافظ على الفريق الطبي. طبعا ازاي تحافظ على الفريق الطبي دي مش معناها انت بتحافظ على الفريق الطبي بس، انت وجهان لعمله واحده. انا لما بحافظ على الفريق الطبي بحافظ على المريض وبحافظ على المجتمع. ان الفريق الطبي بيتواصل مع المريض وبينزل المجتمع وبالتالي بياخد العدوى. التمريض هي سلامة الايه الفريق الطبي. اما ما تم من اعدادات طبعا يعني انا عايز اقول لك وزارة الصحة فعلا باقل الامكانيات بذلت مجهود خرافي. نعم. والاطباء بيبذلوا مجهود فعلا خرافي. مش هتغنى وهنقول ان احنا بلد بلا مساوئ ولا بلا سلبيات، ولكن والله الناس دي بتبذل اقصى ما يسعها من اول وزارة الصحة للمستشارين. تمام. طب خلينا اسالك سؤال اخير ومعلش طولت عليكي، اسالك على منظومه التامين الصحي. شايف طبعا احنا كان عندنا تامين صحي قبل كده، بس منظومه التامين الصحي الشامل هيبقى فيها تطور واختلاف، وتم تطبيقها في محافظه واحده واكيد برضو عند حضرتك معلومات عنها، ده هينقل التامين الصحي في مصر ازاي؟ بالنسبه للتامين الصحي الشامل طبعا هو احنا كمحافظه كفر الشيخ لسه شويه بس بدانا نجهز يعني اللي هي الخطوات الاوليه فيها، ولكن لسه ما دخلناش في ضمن المنظومه. لكن انا عايز اقول لحضرتك هو ده حلم كبير جدا بنتمنى من الله ان هو يتحقق، وبداياته فعلا هو البحث العلمي. نعم. بما ان دي الحته بتاعتي بقى او منطقتي يعني. نعم. انا شرفت ان انا شاركت في دراسه كبيره عن الكوفيد مع فريق الدكتوره نوع عاصم مستشار الوزيره البحث العلمي في طفره يمكن بين في كل محنه بيبقى فيه منحه. طبعا منحه فعلا الكوفيد هو السبورت او الدعم الفظيع للبحث العلمي، والناس عرفت قد ايه البحث العلمي مهم وازاي بيغير بروتوكولات الدواء وازاي لازم يكون في كيان. بالفعل الدكتوره نهى عاصم دلوقتي بتستحدث كيان بحث علمي في جميع مديريات محافظات الجمهوريه ان شاء الله باذن الله، فده هيكون فعلا البدايه. نعم. هو طبعا اي طب او اي علوم بدون بحث علمي لن تكون موجوده. انا بشكرك دكتوره شيماء عكاشه مدير اداره مكافحه العدوى بالتامين الصحي كفر الشيخ، شكرا جزيلا ليكي. وانضم الي الدكتور ايهاب مفيد استشاري البطنه وامراض الغدد الصماء. دكتور ايهاب تحياتي. اهلا بحضرتك استاذ حسام. اهلا بحضرتك دكتور ايهاب. خلينا اسالك يعني في تخصصك شويه، طبعا احنا بنتكلم ان السمنه هي افه العصر، شايف المبادرات بعد فيروس سي والقضاء عليه بشكل ناجح
والدخول على اطفال المدارس زي ما دكتوره شيماء قالت لنا، دخول على الامراض المزمنه اللي هي الغير معديه زي الضغط والسكر والسمنه وغيره، شايف ده هيحقق ايه للمواطنين؟ لا الحقيقه الحمله دي بغض النظر عن نجاحها الفيروس دي حققت نجاح عظيم قوي في الامراض اللي تخصنا اللي هي امراض الغدد الصماء زي السكر والسمنه والضغط والكوليسترول. اولا زمان احنا قبل الحمله دي كان عندنا قد مرضى السكر مرضى تانيين عندهم سكر وعايشين في الدنيا ما يعرفوش كانوا يقولنا بقدم سكري كانوا يقولنا بعينيهم باظت بفشل كلوي وحاجات كده. حاليا ما فيش ده غير ان اتعمل حكايه معامل الكتله المفروض الناس تهتم بيها ويشوف هو قد ايه فرق ما بينه وبين المعامل المثالي ويحاول يخس. والحمله صحيح اللي هو كتله الانسان اللي هي نسبه الطول للوزن بالظبط. المفروض تبقى ما تزيدش عن 25، فكل واحد يبص في الكارت اللي معاه اللي لقى نفسه اكتر من كده لازم يراجع نفسه. ودي خدمت وجود فيروس سي دلوقتي فيروس كورونا دلوقتي، لان فيروس كورونا ده لو اصاب حد عنده سكر وما يعرفش يعني سكره 400 وتراكمي 10 ولا 11 وهو مش دريان بحاجه نسب الوفيات بتعلى قوي. صحيح. انما لو هو العيان ده كان يتعالج واتظبط والتراكمي بتاعه من 6.5 ل 7 حتى يعني فرنز 200 او اقل شويه ده حمى نفسه بنسبه 90% من مشاكل فيروس كورونا مع السكر. تمام. طيب خلينا ناخدك لاطفال المدارس او شباب مصر ومستقبل مصر، وموضوع السمنه كتر بشكل كبير وعندنا حمله رئاسيه ايضا لمكافحه السمنه والتقزم. الحاجات ديت هل ممكن فعلا نكتشفها بشكل مبكر؟ طبعا. بص حضرتك احنا عندنا السبب الرئيسي في مصر في قصر القامه مش نقص هرمون النمو ولا حاجه من الناس بتيجي. نعم. وتدور عليها. السبب الرئيسي هو سوء التغذيه. الفقراء ما بياكلوش بروتينات كافيه. نعم. والأغنية بياكلوا بيتزات وفاست فود وحاجات تزودهم في الوزن لكن مش بناء ما بتديلهمش الفوائد التوعية. التوعية في التغذية، واعتقد دلوقتي في المدارس الحكومة بيوزعوا وجبة زي زمان، او يعني على الأقل الناس تحلل وتعرف السبب قصر القامة ايه وتعرف التغذية السليمة، يعني هيفيد كتير جدا جدا. السمنة منذ الطفولة من سن 3-4 سنين بتخلي تكوين مرض السكر يبتدي. صحيح. يعني مرض السكر من نوع تاني ما بيبتديش لما الناس تبقى 25 ولا 30 سنه ويبتدي السكر يعلى، لا بتبتدي قبلها ب 10-15 سنه. نعم. في عامل وراثي، احنا بقى زودنا العامل الوراثي بالسنه والاكل الغلط وعدم ممارسه الرياضه، خلينا اللي بيحصل على سن 40 بقى بيحصل في العشرينات. نعم. ده سبب سوء التغذيه على المستويين الحقيقه، فالتوعيه في التغذيه مهمة جدا جدا عشان الوقاية من أمراض السمنة والسكر. معدلات السكر من النوع الثاني زادت قوي في مصر. نعم. وزادت في الأطفال كمان. نعم. أنا بشكرك دكتور إيهاب مفيد استشاري البطنة وأمراض الغدد الصماء، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طبعا كان تعليق مهم جدا على فكرة إن اكتشاف المبكر للسمنة والتقزم والسكر، يعني الحملة كانت مهمة جدا زي ما دكتور إيهاب حملة 100 مليون صحة، ان الناس ما كانتش عارفة ان عندها سكر او في بدايات دخول السكر في المرحلة الثانية واكتشفوا ذلك وده وقاهم بجزء كبير جدا من كوفيد 19. طبعا بشكر ضيوفي دكتور احمد ادريس عضو منتدى الاصلاح الاقتصادي، ودكتورة شيماء عكاشة مدير ادارة مكافحة العدوى بالتأمين الصحي كفر الشيخ، ودكتور عبد اللطيف المر استاذ الصحة العامة. وبشكركم مشاهدينا الكرام، ودائما تابعونا همزة وصل، بنعمل يوميا لموضوعات دائما ما تدور في فلك حياتكم. أقول لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عطف. إلى اللقاء.